النموات الثانوية في درنات البطاطس، حيث تظهر النموات الثانوية كبروز من الدرنة الأصلية مما يشوه شكلها، ويتوقف نمو الدرنة الأصلية بمجرد ظهور النمو الثانوي. ومن أسباب هذه الظاهرة أولا ارتفاع درجة الحرارة حيث تؤدي إلى كسر سكون الدرنات، ثانيا تعرض النباتات لأي ظروف تحفز النمو بعد فترة من التوقف مثل عدم انتظام الري حيث يؤدي نقص الرطوبة الأرضية لفترة إلى وقف نمو الدرنات، وبعد توفر الرطوبة الأرضية بعد ذلك تبدأ الدرنات في النمو مرة أخرى مما يؤدي إلى نمو غير متجانس للدرنة فتتكون بذلك نموات ثانوية، كما يؤدي أيضا عدم انتظام التسميد إلى ظهور النموات الثانوية. وعموما يؤدي الري بعد بدء تكوين النموات الثانوية إلى زيادة حدتها. ثالثا يؤثر الصنف في معدلات ظهور النموات الثانوية حيث تكثر في أصناف عن أصناف أخرى، حيث تحدث في الأصناف ذات الدرنات المستطيلة والكبيرة أكثر من الأصناف ذات الدرنات المستديرة والصغيرة. القلب الأسود في درنات البطاطس، حيث يحدث تغير في لون الأنسجة الداخلية للدرنة وتتحول من اللون الطبيعي إلى الوردي ثم البني ثم الأسود، ويكون النسيج المصاب صلبا ولكن قد يصبح رخوا عند تعرض الدرنات لدرجات حرارة عالية. والسبب الرئيسي لهذا المرض هو نقص عنصر الأكسجين، ويزيد من حدة هذا المرض أولا رداءة التهوية في المخازن، حيث يؤدي ذلك إلى نقص الأكسجين اللازم لتنفس الدرنات، ثانيا ارتفاع درجة الحرارة حيث يزيد ذلك من معدل تنفس الدرنات مما يزيد من سرعة استهلاك الأكسجين، ثالثا تخزين الدرنات في طبقات سميكة مما يؤدي إلى سوء التهوية فيما بينها، لذا يوصى بعدم زيادة سمك طبقات الدرنات المخزنة عن 90 سنتي عند ارتفاع درجة الحرارة عن 20 درجة مئوية. رابعا يزداد ظهور القلب الأسود في الدرنات الكبيرة عما في الدرنات الصغيرة حجما، للتالي تقل نسبة سطح الدرنة إلى وزنها مع زيادة الدرنة في الحجم، وحيث أن الأكسجين ينفذ إلى الدرنة من سطحها الخارجي لذا تقل كمية الأكسجين التي يمكن أن تصل لكل وحدة وزن من الدرنة مع زيادتها في الحجم، كما تزداد المسافة بين سطح الدرنة ومركزها كلما ازدادت في الحجم مما يؤدي إلى زيادة المسافة التي يتعين على الأكسجين أن ينفذ منها للوصول إلى الأنسجة الداخلية، وقد لا يحدث ذلك في حالة درجات الحرارة المرتفعة، كما أن الأنسجة الخارجية تستهلك من الدرنة الكبيرة في الحجم جزءا كبيرا من الأكسجين الذي يمر خلالها قبل أن يصل إلى الأنسجة الداخلية، وتزداد في حالة درجات الحرارة المرتفعة. القلب الأجوف، تبدأ أعراض القلب الأجوف بموت جزء صغير من خلايا النخاع بعد أن تختفي محتواها، ثم تصبح هذه الأماكن فارغة وتأخذ شكل شقوق داخلية نجمية الشكل تقريبا، ويزداد اتساع تلك الفجوات تدريجيا عند نمو الدرنة ولا تظهر أي أعراض داخلية أخرى باستثناء احتمال ظهور لون رصاصي باهت في الأنسجة المحيطة بالفجوة. أما من الخارج فإن الدرنة تبدو طبيعية تماما، ونادرا ما تتعفن المنطقة المصابة بالقلب الأجوف، وتكثر الإصابة في الدرنات كبيرة الحجم، وتزداد حدة في الحالات التي يكون فيها النمو الخضري سريعا، وذلك بسبب ارتفاع الحرارة أو زيادة الرطوبة الأرضية عند بداية تكوين الدرنات، كما تزداد الحالة سوءا بزيادة التسميد الأزوتي، خاصة عندما تأتي هذه الظروف التي تشجع النمو بعد فترة تكون فيها الظروف البيئية قاسية يتوقف خلالها النمو، كما تزيد حدة الإصابة بزيادة مسافات الزراعة وكثرة الجور الغائبة، ويمكن التعرف على الدرنات المصابة بفحصها بأشعة X وهي تحت الماء. أما اختبار الكثافة النوعية أو فصل الدرنات
كبيرة الحجم فلا يفيد في التخلص من الدرنات المصابة. الأفصال المزدوجة. تعتبر الأفصال المزدوجة ظاهرة وراثية، حيث تختلف نسبة حدوثها من صنف إلى آخر، ولكنها تتأثر أيضا بالعديد من العوامل البيئية الأخرى، وهي تخفض من القيمة الاقتصادية للأفصال. فبدلا من تكون بصلة واحدة لكل نبات، تتكون بصلتين أو أكثر ملتحمة مع بعضها البعض. وسبب حدوث هذه الظاهرة الظروف التي تشجع على نمو خضري قوي، مثل زيادة معدلات التسمية الأزوتي وزيادة مسافة الزراعة، كما يزيد من حدتها استعمال شتلات كبيرة الحجم في الزراعة، عدم انتظام الري، فتزيد نسبة الأفصال المزدوجة عند تعطيش النباتات ثم ريها ريا جيدا، عدم انتظام درجات الحرارة إذ تزيد نسبة الأفصال المزدوجة عند تعرض النباتات لجو معتدل ثم لجو بارد في المراحل المتقدمة من نموها. عنق الزجاجة في ثمار البطيخ، حيث يظهر على صورة ضعف في نمو الثمرة من جهة طرفها المتصل بالعنق. وسبب هذه الظاهرة ضعف عملية التلقيح والإخصاب، ويرجع ذلك إلى عدم توفر النحل بعداد كافية أو ضعف في نشاطها بسبب سوء الأحوال الجوية وقت الإزهار. لذا يجب الاهتمام بتوفير خلايا لضمان وصول أكبر قدر ممكن من حبوب اللقاح إلى الأزهار. وللتأكد من سوء التلقيح في ذلك الجزء من الثمرة يعمل قطع فيه ثم يظهر خلوه من البذور. تعدد الرؤوس في الكروم، حيث يظهر أكثر من رأس للنبات وهي رؤوس صغيرة عديمة القيمة الاقتصادية. وسبب حدوث هذا العيب هو حدوث ضرر للقمة النامية لنبات الكروم. الجيوب أو المساكن الفارغة في ثمار الطماطم، حيث تكون حجرات الثمرة غير ممتلئة بالمادة الجيلاتينية والبذور، وتصبح الثمار خفيفة مفرغة من الداخل ومضلعة، فيكون سطح الثمرة أقل استدارة فوق كل حجرة، ولا تختلف الثمار المصابة عن الثمار السليمة في سمك الجدر الثمرية الخارجية أو الداخلية التي تفصل بين المساكن، وتتلون الثمار المصابة بصورة طبيعية ولا تظهر بها أي أعراض أخرى، ويمكن فصلها بسهولة عن الثمار السليمة باختبار الطفو في الماء. وسبب حدوث هذا العيب فشل في حدوث التلقيح والإخصاب وفشل نمو أنسجة المشيمة بصورة جيدة بعد العقد. والعوامل التي تزيد من حدة هذه الظاهرة، أولا يظهر هذا العيب في الأصناف المضلعة والمستطيلة، ثانيا عند ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة عن المجال المناسب للعقد الجيد للثمار، حيث يسوء التلقيح ولا تنمو أنسجة المشيمة بصورة جيدة بعد العقد، ثالثا عند تحسين العقد في الظروف السابقة بالمعاملة بالأكسينات، رابعا عندما تتعرض النباتات للتظليل بعد الإزهار، خامسا وجد أن التفريط في التسميد النيتروجيني يزيد من حدتها، كما أن التسميد بالمغنيسيوم يقلل أحيانا من نسبة الثمار المصابة بالجيوب الفارغة.